السلام عليكم كروز نيشن، معكم اخوكم محمد الزواوي، واليوم نتكلم عن موضوع مره مهم اللي هو البي ام دبليو زد 4 فاينل، الفاينل جنريشن، مو فاينل جنريشن يعني اخر واحده طلعوها اللي طلعت نفس الوقت مع تويوتا سوبر ام كي 5. الحين كما انتم عارفين انه كل شيء في الام كي 5 جاء من بي ام دبليو عشان الشراكه بين تويوتا وبي ام دبليو. لكن قبل ما نبدا في هذا الموضوع حاب اسال، هل تفضلوا ولا هل تشوفوا الام كي 5 از ا بروبر سوبرا، ولا هل تشوفوا انه الام كي 4 اللي كان اللي انشهر الفيلم فاست اند فيوريوس هي اخر سوبرا قد طلعت؟ يعني الإحساس اللي يجي منها إحساس مرة غريب. It's very mechanical. والسيارات الجديدة زي الزد 4 أو MK5 فيها تكنولوجيا مرة كثيرة، أكيد مليون بالمية التكنولوجيا تساعد، بس ما تحس بجمال سواقة السيارة. يعني مع أني قد سكتها كم مرة اثنيناتهم الزد 4 والMK5، أنا شخصيا أشوف أنه انهم مره متشابهين. الحين الفرق الكبير انه التويوتا معليش البي ام دبليو زد 4 اثقل من التويوتا سوبرا عشان الكشف الهارد توب، فهذا زاد الوزن عليها. فمن ناحيه اذا جبت زد 4 وكاله وام كي 5 سوبرا وكاله، الام كي 5 حتروح عليها عشان وزنها اقل. لكن انا اكبر مشكله عندي ودائما اتكلم عنها اللي هي ايش؟ التكنولوجيا بهذه السيارات. انا شخصيا واللي يعرفوني احب السيارات القديمه، بس مو القديمه اللي يعني من الخمسينات ولا، مع اني اعشقهم كلهم، انا اعشق جميع السيارات صراحه. لكن في شيء يعني معين اللي يعجبني اللي هو الهيدروليك ستيرينج. الحين لما اسوق الـ E92 M3 ولا الـ E60 M5 ولا أي واحد من سياراتي، it's very mechanical. يعني بالـ M3 تسمع كل شيء، تحس أنك أنت يعني part of the street، يعني ثابت على الشارع، فشيء مرة جميل صراحة. وأكبر غلط أنا سويتها أنه حطيت semi slicks، وانا استخدم السيارة أسبوعيا لما نطلع على car meets ولا cruising ولا آخره. فان شاء الله باذن الله بغير الكفرات وبحط كفرات عاديه، ولا شو اسمه السماي سليكس استخدمها يعني اذا في ايفنتس اند سو اون اند سو فورث. لكن خلينا نتكلم الحين عن الموضوع المهم والحساس اللي هي الام كي 5. هل تعتبروها سوبرا؟ هل هي سوبرا او هل هي زد 4؟ لانه عندكم الدرايف ترين، الانجن، كل التكنولوجي بالام كي 5 من بي ام دبليو. واكيد في يعني عبر الزمن كثير صارت شراكات بين سيارات. على سبيل المثال المكلارن اف 1 من افظع السيارات اللي قد جوردن والله ناسي اسمه، بس جوردن اسمه الاول هو اللي صمم السياره. بس الحين هذه كمان كانت شراكه بين مكلارن وبي ام دبليو. بي ام دبليو هم اللي زودوهم بالفي 12 انجن. ف في شراكات كثيرة صارت، بعضها ناجحة وبعضها للأسف فشلت. فالحين أنا سؤالي هو، هل تشوفوا أنه الـ MK5 هل تعتبروها تويوتا ولا هل تعتبروها BMW؟ لأنه في نهاية اليوم زي ما قلت لكم كل شيء للسيارة BMW، الفرق الوحيد هو الوزن وأكيد الشكل. يعني شخصيا هذا الشيء يرجع للشخص اللي بيشتري السيارة. وانا عارف ان الزد 4 اغلى من الـ MK5 عشان يعني تعرف الهارد توب، وبعدين بنهايه اليوم الزد 4 فيها تكنولوجي اكثر من الـ MK5. وانا حصل لي الشرف يعني انه سابقت مع كم MK5، وصراحه يعني خاب ظني بيني وبينكم. يعني مع سياره ستوك زي الام 5 الاي 60 موديل 2008 رحت على واحدة معدلة. ما اقدر اقول لكم، وصراحة مو ما اقدر اقول لكم، ما اعرف صراحة ايش التعديلات اللي صارت بهذه السيارة بالام كي 5.
وبعدين بالام 3 كثير حاولوا ما قدروا يعني. فيعني اول شيء اللي انا يعني وانا راجع الحين رايح لكاستمر لاحظت هذا الشيء، لاحظت شفت زد 4، ف جاء هذا الموضوع ببالي وانا حاب اخذ رايكم. What would you go for؟ الزد 4 الام كي 5 سوبر، هل الام كي 5 سوبر تعتبر يعني زي ما تقولوا يعني مبنيه على جمال الام كي 5 الام كي 4 اللي هي معروفه اللي تدمر جميع السوبر كارز هايبر كارز اذا التعديل صح؟ فهل تشوفوا يعني هذا السوبر الزد 4 يعني معروفه يعني يعني من يوم ما طلع الزد 4، بس قبلها الزد 3 وسو اون كانت خفيفه عشان ما فيها الهارد توب اللي حاطينه الحين. فالبي ام دبليو احس انه يعني من ناحيه فخامه ما في اي مقارنه، السوبر من شكل رياضي مليون بالمية السوبر تفوز صراحه يعني. فانا برايكم الله يعطيكم العافيه على وقتكم الثمين، معكم اخوكم محمد الزواري from Cruise Nation. Peace.